Sto qui, ma sto. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله اللهم صل وسلم على سيدنا الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله واحسانه ونصلي ونسلم على خاتم رسله وانبيائه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد في هذه الدقائق المعدودات ايها الاخوه نعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كل عيسى الاخ واخد الاموال رايح فين؟ شراب ما شاء الله يعني زادها واسال الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناته زادها 50 لتصير 300 للمزيد جزاك الله خير جزاه الله خيرا حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم بالامس كان حديثا حول احوال اهل الدنيا استنبطنا منه مسألة عظيمة تدور حول النية أن لكل عمل نية كما قال أهل العلم النية أمر عظيم في كل الأحوال مطلوب تحديدها ولذلك أطلقوا النية في الأحاديث وفي الآيات على معنيين المعنى الأول نية المعمول له لمن تعمل هذا العمل الصلاة والصيام والزكاة والصدقة والحج والعبادات وغير ذلك مما يوفقك الله عز وجل إليه لله أو ليقال وقد قيل كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نية المعمول له الأمر الثاني نية العمل نفسه لا بد لكل عمل من نية في الطهارة مثلا يقول لك في الوضوء أو في الغسل لابد النية شرط في الصلاة لو أن أحد الناس دخل المسجد الآن ثم وقف فركع 4 ركعات دون أن يحدد النية فيها هل هي عشاء أو ظهر أو عصر
لا تصح، لا يصح العمل إلا بالنية. هو أتى من البيت، واحد يسأله لك طبعا لازم يسميها زي ما بيحصل في بعض الأماكن، واحد يقول نويت أصلي العشاء 4 ركعات، هذه موجودة في بعض البلاد، 4 ركعات وراء هذا الإمام، كان الإمام حيسيبه ويمشي. على ما يخلص هذه الألفاظ يكون الإمام ركع، ممكن ما يلحقوش كمان. فهذه ليست مطلوبة، هو خرج من بيته وقت العشاء وتوضأ وقصد المسجد ودخل مع الناس في صلاة العشاء، فالنية حاضرة. لكن احنا بنقول واحد دخل كده مباشرة في أي وقت وركع 4 ركعات ما فيش أي نية، لا نافلة ولا ظهر ولا عصر ولا عشاء، فقالوا لا يصح هذا العمل. يبقى النية تطلق على معنيين، المعنى الأول نية المعمول له، لا بد أن تحدد وجهتك وتخلص نيتك أن يكون عملك لمن؟ لله رب العالمين. والأمر الثاني نية العمل نفسه، تمييز العمل. الصلاة هذه ماذا تقصد بها؟ لو أن واحد آخر مثلا في هذه الأيام راح مكة، سافر إلى مكة وبعدين نزل على منى ومكث فيها ليلا، ثم أتى في اليوم الثاني وأتى أرض عرفات، ثم عاد فرمل كل أعمال الحج، يعني تنقصه أمران، الأمر الأول أن الحج لم يبدأ بعد، والأمر الثاني أنه لا نية له، لأن هذا العمل ليس في وقته. قال الله عز وجل في سورة النساء، ولا يعني نطلع لحضراتكم، هنأخذ هذه الآية فقط، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه 3 أشياء نفى الله عز وجل الخيرية جملة عن كل عمل إلا أن يكون تحت هذه الأعمال. لا خير في كثير من نجواهم، كثير من التناجي والجلوس والمجالس تنصب ويجلس الناس فيها وتنفض ولا تحتوي واحد من هذه الأمور، لا خير فيها إلا من أمر بصدقة. هذا المجلس يحث على الصدقة وخدمة إخواننا في المكان الفلاني وأهلينا ومسجد ومستشفى ومدرسة وشيء تخدم العالم الإسلامي المسلمين، هذا أول من أمر، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه قيمة عظيمة أخرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفع من قدرها وحذر من ضدها، فقال الحالقة، سماها الحالقة، إفساد ذات البين، إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة. قالوا يا رسول الله، قال الحالقة، لا أقول تحلق الشعر أو تحلق الرأس، ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. إذا فسد البين، إذا فسدت مودتك وصلتك بأخيك، خلاص قل على الدنيا السلام، هذا أمر منبوذ. إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم حدد الله عز وجل ووجه عباده في النية، فقال سبحانه ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، إذا نوى فيها نية لله ولا لا؟ نوى فيها نية صالحة لله عز وجل. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، مش أجر سكت، لا عظم الأجر أيضا. ننطلق سريعا للحديث اللي هنستشهد به في مدى صدق النية في العمل الصالح ومدى تأثيرها. والله يا إخوة النية في العمل الصالح خالصة لله عز وجل حركت الحجر، لا أقول ستحرك، هي تحرك بإذن الله عز وجل في كل وقت، ولكن هي بالفعل حركت الحجر، وهذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من كلامي أنا. حديث أصحاب الصخرة أو أصحاب الغار في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم موجود، حديث مشهور ممكن معظمنا يحفظه، لكن هنقوله بسرعة عشان نطلع الفائدة اللي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم، انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، المطر اشتغل وبعدين ما فيش مكان يداروا فيه أو يباتوا فيه، فآواهم المبيت إلى غار، دخلوا مكان زي كهف مثلا في قمة جبل أو في جبل، فدخلوا فيه حتى ينتهي المطر أو تشرق الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانحدرت صخرة مما يهبط من خشية الله،
حافظين الآية في سورة البقرة لما الله عز وجل عاتب أهل مكة أو كفار قريش أو المشركين وقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لحد كده يبقى كفاية كويس أوي. لا، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وعندك آية الحشر، أبدا ما أحد ينساه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانحدرت صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت الغار فما استطاعوا الخروج. فقالوا لبعضهم البعض اعلموا أنه لا ينجيكم إلا عمل صالح لله عز وجل، يعني أخلصتم فيه النية لله. إذا النية مطلوبة، شوف عمل صالح كده كل واحد منا احنا الثلاثة يتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح، أحسن عمل، هات أحسن عمل عندك وتوسل إلى الله عز وجل به وشوف إيه النتيجة. بس أهم حاجة النية تكون خالصة لله عز وجل. قال أما الرجل الأول فقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، ناء بي طلب الشجر يوما، كان بيرعى غنم أو إبل وملأ الشجر أو حشائش يرعى فيها فبعد شوية عن المدينة بعد فناء بي طلب الشجر يوما فعدت فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما فحملت القدح على يدي وأبواي نائمين وأولادي الصبية يتطاغون من حولي يبكون عايزين يشربوا، ولكن هذا ليس عهده بالبيت أن يفعل أو أن يقدم أحدا على أبوي. تعال الشاب النهارده لما يتجوز خلاص بيقول لك أنا بيت أب، أبوي أب وأنا بيت أب، أنا عندي عيال وهو عنده عيال، مش إيه المشكلة أنا أتكلم وأقول رأيي أنا راقب بصراحة، وطلعت سيجارة ودخن مشكلة مصيبة. فين هذا؟ هذه كانت مرحلة عدت؟ لا، الإسلام موجود وصالح لكل زمان ومكان، فيش ما إن شاء الله تكون في أقصى الأرض. لو أنت في بقعة كلها يعني غير مسلمين وأنت الوحيد مسلم فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. احذر أن يمسك الشيطان بسوء أو أن تفتن، حافظ على دينك وتمسك، وكن ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يأتي آخر الزمان قوم يتمسكون، أو الحديث اللي احنا حافظينه يعني من الفتن كأنهم يقبضون على الجو. فالرجل لا يقدم على أبويه أحدا حتى ولو كان الصبية الصغار يتضاغون ويبكون حوله. قال حتى برق الفجر، تخيل يعني ممكن يكون رجع بعد العشاء بساعة وقف له كده شايل اللبن خمس ست ساعات ولا حاجة لحد ما استيقظ أبواه. قال فسقيتهما ثم سقيت الصراط، اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل ابتغاء وجهك الكريم هي في صادقة ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. أما الرجل الثاني فقال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء. شوف الإنسان الرجل لما يكون يحب زوجته حب عظيم ويبجلها ويعظمها ويحترمها ويتواضع ويبش في وجهها، حب عظيم، هذا مطلوب. رسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أزواجه، قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. كانوا يحبوا سيدنا عائشة ويحبوا سيدنا خديجة رضي الله عنهن وعن أصحاب النبي أجمعين. فكنت أحبه أشد ما يحب الرجال النساء فأخذتها سنة يعني مجاعة فأتت تطلب المال فراودتها عن نفسها فأبت ومشت، ثم عادت محتاج المال فراودتها عن نفسها فأبت في الثانية أو في الثالثة. قال فقبلت فلما قعدت منها ما يقعد الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أنت تزوجها في الحلال يتوم. قال فقمت عنها وهي أحب النساء إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، خذ الذهب وروحي فمشي. اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمع كده الصلاة عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فضل كم واحد؟ فضل واحد، مش ده الثالث؟ الثالث. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الرجل الثالث فقال
اللهم إني استأجرت، تعلم اللهم إنك تعلم أني قد استأجرت أجراء، يعني في يوم من الأيام أنا صاحب مصنع أو صاحب شركة أو صاحب أرض، وجاني ثلاثة أجراء فأعطيت كل واحد منهم فرقا من أرز، أما الثالث فقال لا، لقد عملت عمل رجلين، يعني أنا عايز أخذ إيه؟ أجر مرتين، أديهم الاثنين، عملت عمل الاثنين، ده الصح والمنطق. قال لا، أنتم ثلاثة يعني مثل بعض. فقال لا، فسخط أجره ومضى. ساب الفرق من أرز، يعني زي ما تقول مثلا كيلة أو شوال، سابه ومشي. قال الرجل فثمرته له، حتى كان ذات يوم أخذته سنة أو مجاعة أو حاجة أو فاقة فأتاني وقال أتذكرني؟ عملت عندك في يوم كذا أو منذ مدة على فرق من أرز وتركته أنا اليوم في حاجة إليه. اديني الفرق بتاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل فأخذته بيده وصعد به على سطح البيت وقال انظر. قال فنظرت أو فنظر الرجل، قال ماذا ترى؟ قال أرى واديا من الإبل والبقر والغنم. قال هذا مالك؟ ثمرته لك، أنا نميت وربيت ليك. ولله المثل الأعلى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سأل يطلع الصدقة بيمينه فيتقبلها الله عز وجل، يقول فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، المهر الصغير بيتنه قاعد جنبه ويطلطل عليه ويجيب له علاج ويحطه الأكل لحد ما يبقى فرس كبير ما شاء الله. ولله المثل الأعلى، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل زي ما ضربنا المثل في الآية بتاعت سورة النور الآن، يقول حتى يربيها فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير أي الصدقة كالجبل. هو الأعمال يوم القيامة تأتي زي الجبال، الحسنات بتاعتنا إن شاء الله شوفها كده في الآخرة بإذن الله زي الجبال، زي ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل بأعمال كجبال تهام. ولكن في هذا الحديث منذر بسورة ربنا عافينا، فهذا الرجل الذي عصى الله في الخلوات فتذهب هباء. أما هذا الرجل فقال انظر ماذا ترى، قال أرى ما ذكرنا، فقال هذا مالك ثمرته لك، فرق من أرز المال اللي كده يعني باعه وجاب غنم في اثنين في ثلاثة كبروا إبل ما شاء الله في سنة في اثنين في عشر الله أعلم. قال هذا يا رجل أتستهزئ بي؟ يعني عاوزين نتكلم كلام عادي، يعني فرق من أرز لو النهاردة قلت له خد الخروف ده أو خد الإبل الناقة دي هقول لك ماشي، إنما هذا كله؟ قال والله هذا مالك ثمرته لك. قال فاستاقه أجمع ولم يترك لمنه شيئا، ما سلوش حتى العكس، ما سلوش غنم حتى. قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة، من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. السؤال ماذا لو كنت الرابع؟ أنا أو أنت؟ أنا عن نفسي مش تواضع أبحث أفتش، لما أجي عند السؤال ده صعب جدا، عايز أدور على عمل أخلصه فيه لله عز وجل. ذنوبنا عظمت وغطت حسناتنا، ولا إنسان ما يفرح إنه بيصلي وهكذا، لا، مطلوب منا أكثر أكثر فأكثر فأكثر. شفت الصحابة أمس، ولا الآخرة إيه؟ أكبر درجات وأكبر تفضيل، رجل يسأل عن أحب الناس إلى الله وجيز عن أحب الأعمال، فيقول لك السؤال هنا ماذا لو كنت الرابع؟ ما تضحكوش، أنا أخشى أن أكون أنا أو بعض الناس الرابع ما يطلعوش، ها؟ مش هيطلعوا الغلط، لأن في واحد غلط جوه لسه، ما فين العمل بتاعك؟ ها؟ قول لي عملت أنت إيه؟ قدمت إيه؟ لله عز وجل أخلصت النية فيه لله. شوف الأول ما شاء الله، أبوه وأمه حاجة كنز لا يقدمه حتى أبناءه فلذات كبدي لا يقدمهم على أبويه، وتنه واقف لحد ما والله العلماء يحتاروا أي الثلاثة أفضل، صاحب بر الأبوين ولا صاحب المرأة اللي خلاص يعني وطره وشهوته ستبطى الآن لا محالة، لو والله الواحد يخبط على الباب قول له خليك شوية لحد ما نخلص، إنما ده قام عنها خوفا من الله عز وجل، اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه، فقام عنها انتفضوا الآن، كانوا يخافون الله عز وجل. النهارده كل واحد يتق الله وخاف الله كانك تقول له ازيك عامل ايه؟ عادي تعدي، لكن هذا قام خوفا من الله عز وجل وترك المال كما في بعض الروايات ترك الذهب الذي اعطاه اياها. واما الثالث
تنازل عن ماله رب هذا كله. أنا ما يعني هذا رجل يتكرر، يعني أظن واحد منا مثلا يقول له خذ لك خروفين ثلاثة ولا بتاع مثلا، إنما واديا من الإبل والبقر والغنم. الشاهد يا أخوة النية، شوف الإخلاص لله عز وجل عملي حرك الإيه؟ حرك الحجر. هذه صخرة نزلت بإذن الله عز وجل ورفعت بإذن الله وبرضا الله عز وجل، فخرجوا يمشون. هذه يعني حادثة أو قصة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. مثلا ونختم إن شاء الله بحديثين منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في سنن النسائي: من أتى فراشه واحد جاي بالليل حينام فنوى قيام الليل، توضأ وقال إن شاء الله أنا هكون قبل الفجر ساعة ولا اثنين أصلي كده لله عز وجل، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ثمان ركعات وثلاثة وتر ب 11 فأصلي لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنام حتى الفجر فلم يستيقظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نال الأجر أجر القيام وكان نومه صدقة عليه. يبقى خد الأجر بإيه؟ بالنية، هو ما عملش. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان راجع من غزوة تبوك، في حديث سيدنا أنس بن مالك قال: رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما دنا من المدينة، اقترب من المدينة، قال لأصحابه اللي هم راجعين معه من غزو: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. يعني في الايه؟ في الاجر. قالوا: رسول الله، وهم بالمدينه لا طلعوا ولا تعبوا ولا راحوا زينا ولا بهم. قال: وهم بالمدينه حبسهم العذر. يعلم الله ان نياتهم صادقه، لو استطاعوا لخرجوا معكم، ولكن حبسهم العذر، فاخذوا الايه؟ النيه العمل، او اخذوا الاجر بالايه؟ بالنيه، لانهم نووا لله عز وجل نيه صادقه. حديث الاخير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سال الله الشهاده بصدق. واحد يقول: يا رب أنا أريد أن أموت في سبيلك مجاهداً، أنا للشهادة، وأجر الشهادة عند الله عظيم. الشهيد يعني لا يحجوه عن جنة الشهيد، على طول مجرد ما يقتل أو يموت في سبيل الله الجنة. قالوا: إلا شيء واحد، إلا الدين، نسأل الله أن يقضي دوننا. لا يحجب الشهيد عن الجنة شيء إلا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بالصدق، بصدق كن في نية صادقة، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لو حتى مات على حصيرة بتاعته أو على السرير بتاعه، طالما هو إيه؟ سأل الله عز وجل بالصدق. هذا تتمة حديثنا بالأمس، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا النية الصادقة خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل عملنا كله ابتغاء وجه الله، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يفرج به كروبنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا صفرا خائبين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما ولا عدوا علينا وعلى المسلمين إلا رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أنج إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم ولنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم املأ قلوبنا وعمرها بالإيمان يا رب العالمين. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا لطاعتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشفنا من أمراضنا وعافنا من البلايا. اللهم تقبل منا وتب علينا واهدنا هداية لا نضل بعدها أبدا، وارض عنا وأحسن ختامنا وعاقبتنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح نساءنا وبناتنا وشبابنا ورجالنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، واستجب دعاءنا واجمعنا في الدنيا دوما على طاعتك وفي الجنة مع خاتم الأنبياء والمرسلين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.